يلا بينا هنجرب الكشري المصري النهارده مع بعض لاول مره في حياتنا. ومعلش يا يوسف، ابو طارق بعيد عني قوي فمش هقدر انزله بصراحه، جبت من واحد قريب عندنا هنا. وقبل ما تكمل الفيديو لازم تعمل لايك وفولو لاصغر فود بلوجر في الكوكب دقه وشطه، لا عشان هي لسه صغيره. ويلا بينا نقلبه كويس ونبدا ونقول بسم الله. بص للمعلقه بقى ومستغربه، يا عم خلصني بقى عايز اكل جعانه. خدت المعلقه الاولانيه وحسيتها داخل كده، بس هي زي الفل، كانت بترجع بظهرها لورا عشان تركز في الطعم. عجبها قوي بقى وتقييمه معاها كان 10 من 10، لدرجه ان هي كانت كل ما تاخد معلقه حرفيا كانت بتسقف. طلعت مصريه اصيله يا جدعان، وطمنا على البيت الحمد لله. قول لي بقى انت كمان بتحب الكشري ولا لا؟ ندخل بقى على طاجن المكرونه كده ونجرب معاها هي هتقول ايه. وكالعاده التوك اللي ما بتحبش تحطها على راسها ابدا دي. تبص لي كده عايزه تقولي لا يا عم رجعني للكشري احسن. وطبعا ما اقدرش ننسى الحلو، الحلو للحلو زي ما انت شايف كده مطلع عيني.